سي حسن، نهار العيد كيفاش يدوز عندكم تما كركزان؟ نهار العيد بالنسبه للمحلات ديالنا، بالنسبه للمحلات اخويا ان شاء الله كتكون ديك صلاه الظهر، لا سيما في الصيف مثلا في فصل الشتاء ما كنبداو حتى الغد. صلاه الظهر ان شاء الله كنجيو للمحلات ديالنا ياك، وكن كنبريباريو الفصاله ديال الزبناء ديالنا، وكنحاولوا يعني ننسقوا ما بين التدابير ديال السلطه ورضا الزبناء، وتحاول تفصل الكليان فهمتي كيما بغا على حسب تقطع داكشي اللي بغا على حساب داكشي، وتحاول تصيفط كل واحد بخاطرو الفيل كاين. من اضحيه تستقبلوا نتوما في المجزره ديالك؟ على حسب، على حسب. بالنسبه للمحلات اللي كيجيو يكونوا في الشوارع كيكون اكتضاض عليهم، على المحلات اللي يكون في الدروبه ما محددش داكشي. واش من ساعه تقريبا تبداو في هذا العمل؟ الا كان الحال سخون باش الكليان ما يخنش ليه اللحم، كنحاولوا نبداو يعني الظهر او اقل، الظهر من الاحسن فهمتي، رايت ما يكمل الكليان الذبيحه ديالو يجي يفصلوا. يعني مع ديك الجوج تقريبا تبداو تقريبا او اقبل او قبل. هادشي اللي كاين. شنو هي بالنسبه لك النصائح، انت كزار وعندك تجربه في هذا الميدان، باش الناس ما يتعفنش اليوم هذا اللحم ديالهم، واش خصهم يدير؟ على حسب ما سمعنا، يعني الاربعاء والخميس والجمعه غادي يكون شويه، غادي يكون شويه الحال سخون، فالنصيحه اللي نقدموها احنا كحريفيه يعني كان صعب التجربه، ان الانسان ملي يكمل ملي كيضحي ملي يكمل الذبيحه يحاول يقسم الحوي الفخذ ديالو على جوج ويخويه من الداخل ياك، ويحاول اي شيء اللي كاين الماء داخل في الصدر ديالو شنو يخويه، والا كان ممكن داك الصدر اللي كيكون مجموع حتى هو يتحل، يعني تحاول تحل الخروف من الفوق حتى لتحت ياك، ويخلي البرد يتعلق غير من الرجل الوحده باش يدخل ليه البرد شويه مزيان، رايت ما يجيبوا الجزار. من بعد اليوم تاع العيد انت تدخلوا انتم في واحد العطله اجباريه، كيفاش تدبروا الامور ديالك؟ بالنسبه لهذه العطله على حسب الجزار كيفاش داير، يعني كاين الجزار اللي عنده ارتباطات مع المطاعم ومع الفنادق مع داكشي، هذا كتولي عنده عقده مع ذوك الناس، كيضطر انه ما يسدش ياك باش يوجو. اما بالنسبه للجزار اللي كيكون عنده غير جزار ديال الدرف، فالاغلبيه كيبرك الشهر ديالو مرتاح فهمتي، يعني على حسب كل جزار وسميتو جزار. بالنسبه لهذا القرار تاع الحكومه الاخير اللي منع الاعراس وهذا، واش عنده شي تاثير عليكم انتم ولا؟ طبعا طبعا كاين تاثير، كاين تاثير، لا سيما اننا حنا كنخدموا مع التريتورات وكنخدموا مع فهمتي الحفلات وهذاك الشيء، فاش غادي نقول لك يعني غيكون واحد سميتو واحد تراجع بالنسبه للبيع والشراء ديالنا يعني.